يعني احنا بصراحة يؤسفنا يعني، وخصوصا في ظل الهجم الشرسي التي تتعرض لها مدينة جنين والمخيم الصامد من قبل هذا الاحتلال المجرم والنازي، من اعتقالات وهدم بيوت واغتيالات. يعني المفروض انه احنا يعني نكاسب كل جهودنا يعني لفضح ممارسات هذا الاحتلال القاتل المجرم، ولكن يؤسفنا يعني أن نقف هذا الموقف يعني مطالبات أبناء جلدتنا اللي المفروض هم يعني يكونوا حامينا وحافظوا على يعني على أبناء هذا الشعب العظيم المعطاء، وخصوصا يعني الأسر التي يعني قدمت يعني وما زالت تقدم وسوف تبقى تقدم لهذا الوطن الحبيب. للأسف أنها تتعرض يعني لحملة شرسة من السلطة. أخي محمد يعني له معتقل تقريبا يعني 7 شهور ونص، هسه هو اليوم له مضرب عن الطعام 28 يوم، هو موجود في سجن طول كرم، بالأمس تم نقله على المشفى ولرفضه يعني أخذ المحلية اللي تم إعادته إلى يعني السجن مرة أخرى. ويعني ما بنعرف بصراحة إنه يعني السلطة بتتعامل معنا بصراحة يعني بطريقة غريبة وعجيبة، يعني وكأنه بعرفش يعني مش عارف يعني طالعة أقول لك بتتعامل معنا وكأنه أعداء للوطن، يعني فاهم؟ بتعامل معنا بحقد يعني بحقد كبير يعني، وخصوصا انه يعني التهم الموجهه لمحمد يعني هي تهم لها علاقه بمقاومه الاحتلال و الى اخره. حتى لو مثلا يعني التهم اللي بيقولوا الموجهين او اللي ناسبين له اياها ثبتت عليه، مع انه هو لم يعترف بحرف واحد، فاهم علي؟ الا انهم يعني بعضهم مصرين انه محمد يبقى موجود، ويؤسفنا انه يعني اللي قاموا بقتل واغتيال يعني نزار بنات بروحوا على بيوتهم برمضان وبرمضان وعادي وبعيدوا بين اهاليهم واسرتهم، واخونا محمد اللي تهمته ولم تثبت عليه اللي هي، وهذا شرف عظيم انه يعني مقاومه الاحتلال اصروا انه يعني يعيش ايام رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك يعني بعيدا عن اسرته وعن ابنائه. يعني هذا الحكي يعني للأمانة يعني يؤسفنا أنه يعني يتم يعني معاملتنا بهذا الشكل يعني من قبل أبناء جلدتنا، من قبل هذه السلطة اللي المفروض يعني تكون هي حامية للمشروع الوطني وللناس يعني اللي المناضلين اللي يعني لهم باع طويل بمقارعة الاحتلال، مش في سجنهم وتعذيبهم وتعريضهم للإهانة و يعني أشكال مختلفة وصنوف مختلفة من التعذيب. في هناك يعني صار هناك الليلة يعني من صديق نثق به، يعني صديق للعيلة نثق به، أخذ وعودات إنه يعني جهاز الاستخبارات يعني مش راح يتدخل بالقضاء، والقضاء إذا يعني أفرج عنه هم مش راحين يتدخلوا. المحامي بيقول يعني ما في مشكلة عند القضاء نهائيا، وبننتظر إحنا اللي هو يعني تاريخ 5/6 اللي هي المحكمة شو يعني بتقرر انهم فعلا يعني بوفوا بوعودهم ولا يعني يبقوا على عمودي بالاسف.